سعود امير، يعني مباراة كبيرة جدا. لاحظ التعب اللي عليك، قتلتوا الفريقين قتل بشكل كبير، كان واحد منكم بيقدر يفوز بالجيم، انتوا حسمتوها بالثواني الاخيرة، وتسديدتك الثلاثية الاخيرة بتصور قتلت المباراة. شو كنت عم تبوس لما كنت عم تسجل؟ اول شيء عم بوس محل ما بحط خاتم لخطيبتي، عم بهديها هولي، كنت اهدي لامي، امي بحبك وكل شيء، بس هلا الجو تبع الخطيبة ما خطيبة. غياز بقول لك شغلة، وحياة الله اذا الشباب اللي معي، ما بدي انا شوط، بس اذا بيطلعوا بفضوني، مش عم بقول لك يعطوني الطابه، دفاعهم كله، كل دفاعهم عم بيطب علي، منا شوفة حال ومنا شيء، وهي الجيم بلان تبعهم انه امير ما يحط، ما يقدر يعمل كرييشن. اذا بتلاحظ كل ما انا طش وعمل كرييشن عم بيطبوا اثنين وحتى ثلاثه علي، قد ما في عم جرب انا حرك الفريق، ما بيهمني احط سكور. واخر شوط انا كنت عارفين انه حطها، قال لك ليه؟ مايك، ما بعرف مين عمل لي سكرين، اي ثينك مايك قال لي بي ريدي، بي ريدي حتفضى. هيدا التيم سبيريت، هيدا الفريق، هيدا التيم وورك. كان في هو يجرب يحطها، كان في مدري مين يجرب يحطها، لا نحن عم نلعب كتيم وورك ككل شيء. وبلا وائل نتمنى له السلامة، بلا كريس نو اكسكيوزز، ربحوا صحتين على قلبهم، بس نحن اندر دوغز حنجرب نعملها مستحيل لإلهم، وبدنا نخلي الكاس بالمنارة ان شاء الله. مش لا تهديد ولا شيء، عم نموت، عم نقاتل، كل واحد منا عم يلعب 30 35 دقيقة نسحقها والله، عم وير فايتنج لايك دوغز ان شاء الله. بدي اقول لك امير، هلا 2-2 طلعت من الجيد السريع، 0-0 بلش بمزهر يوم الاحد، البريشر عليهم صار، البريشر عليهم لما جينا لهون اليوم، بريشر كان علينا لانه خسرنا هون، بنعرف كثير حتكون صعبه. هلا 0-0 روق، بريشر عليهم، نحن بنروح بنجرب، نرجع بنجرب نربح هون، وساعتها بنروح جيم 7. نحن عم ناخذ كل جيم جيمة، لا بدنا لا 4-1 ولا 4-2 ولا ولا شيء. شايف جيم 7 هيدك، مع هيدي بتكون تاريخيه، اول مره بفينال بطوله البلد اذا وصلنا لجيم 7. اوكي بدنا ناخذ علي حيدر، يلا علي.